السلام عليكم. قبل الفجر كل شي كان جاهز وواجد باش يتحرك للعاصمة فاس. كل شي فرحان يرجع لدارو، توحشها وتوحش معها أولاده بعد هاد الحملة الطويلة القاسية. حملة ما خلاو فين مشاو فيها، من جبل الأطلس الباردة حتى الصحراء اللي الحرارة كانت فيها عافية. بعد ما لبسوا السلطان لباسو، با أحمد والخدم حطوه في الهودج الملكي وهبطوا عليه الخامية، بقات يبان منها غير القب ديال السلهام ديالو. من بعد عيطوا على بعض الحارس اللي جهز الهودج ولصقوا بالخيل ديالو، وانطلق الموكب الملكي مع دق الطبول وعزف الزوقة الموسيقية، وحشود العبيد كتردد التحية المعتادة السلطانية الله يبارك في عمر سيدي. السلطان المرحوم كان محاوطينو الحرس الخاص به من جوج جوايع وسط العسكر ديالو، وكل شي شاط طريق. بو أحمد كان على موعد مع مسرحية غادي يدخل بها في التاريخ، غيتفوق في التشخيص ديالو فيها على كبار الممثلين العالميين. كان مرغم ماشي بطل، كان خاص يوصل الموكب الملكي والجيش اللي معاه لبر الأمان، يعلن وفاة السلطان ويضمن بيعة السلطان الجديد عبد العزيز. ضربوا طريق طويلة، وطول هالطريق بو أحمد مرة كان تيمشي عند السلطان وتيدخل راسو من الخامية، تيدير راسو كبحال تيهضر معاه. مرة تيغوت وتيقول سيدنا فيه العطش بغا مول الماء، ولا سيدنا بغا يتغدى صوبوا الخيمة ديال الغدا هنا. تيصاوبوها وتيجيبوا الماكلة، ومن بعد تيجيبوا أتاي بكاع اللوازم ديالو. ممنوع شي واحد يدخل من غير الخدم اللي عارفين كل شي، هما اللي كلاو وشربوا داكشي. شوية خرج بو أحمد وقال لهم سيدنا بغا يقيل شوية، بغا يدير لا سياست. من بعد ما ارتاح شدوا الطريق حتى وصلوا لمنطقة البروج في قبائل بني مسكين في بلاد الشاوية حدا سطات، وهو يقول سيدنا عيا بغا ينزل هنا في الإقامة السلطانية. بو أحمد بقى تيعطي في الأوامر كبحال السلطان مازال عايش، وتيقول لهم بأنه عيان ما غاديش يقدر يحضر المناقشات الأمور العادية اللي معروضة للتشاور في خيمة المشاورة. خيمة المشاورة هي اللي كانت كتكون فيها الاستقبالات وكيتعرضوا فيها القضايا للمناقشة، واللي عنده شي مشكل تيقولوا. بو أحمد هز معاه الأوراق اللي محتاجة ختم السلطان وداها ليه، ورجع بها مختومة بالخاتم الشريف، وعطاهم التوضيحات اللازمة لكاع القضايا اللي قالوها ليه. بو أحمد شاف بأنه ما يقدرش يبقى مخبي وفاة السلطان أكثر من هكذا، هو يجمع الهيئة المخزنية المكونة من كبار الأسرة الحاكمة والوزراء وقواد الجيش، وقال لهم بأن السلطان مريض، وبأنه كتب وصية تعلن فيها بأن ولده الصغير عبد العزيز هو اللي غادي يكون ولي العهد وخليفة ليه، وخلاهم يوقعوا عليها بلا ما يزيدوا في الهضرة. يومين بعد ما وقعوا على البيعة، بو أحمد تعلن على وفاة السلطان، وجمع كاع الرقاصة وصفتهم لكاع القبائل باش يخبر الزعماء ديالها بأن السلطان توفى وبأنهم بايعوا ولدو عبد العزيز، وباش يجيو الرباط يحضروا مراسم البيعة. بو أحمد صيفط حتى لعبد العزيز وقال ليه البركة في راسك، وقال ليه باش يجي حتى هو الرباط حيت هو السلطان الجديد ديال هاد البلاد. بو أحمد غسل السلطان وكفنه وشد طريق الرباط. كان الصيف والحر، والسلطان هادي 5 أيام باش مات، وطبيعي الجوتشة بدات كتحلل والريحة بدات كتعطي. كان كل شي عيان، وكل شي شد نيفو بالمشوار من قوة الريحة كيتسنى غير امتى يوصل. بو أحمد طول الطريق هو تفكر كيفاش يدخل الجوتشة للقصر، حيت كانت عادة شحال هادي ان الجنازة ما كتدخلش من الباب ديال المدينة، كتخرج ولكن ما كتدخلش، تعتبروه فال خايب سوء الطالع. داكشي علاش بعد ما تشاور مع الفقيه السي ابراهيم الدرير اتفقوا في الاخر بانهم غادي يديروا واحد التقبه في الحيط ديال السور ديال القصر، ودخلوه من هذيك التقبه. الرباط اللي كانت خاويه وصقله عمرت بالضياف، زعماء القبائل جات تعزي وتبايع، ومعهم حتى الطبقه البرجوازيه ديال فاس والنواحي. وفاة المولى الحسن الأول نتجات جوج فروق متضادة، فريق مع بو أحمد وفريق تينادي باش الحكم يمشي لولدو الكبير محمد.
هاد الفريق كان ديال آل الجامعي اللي كانوا مسيطرين على فاس وحتى على الحكومة، وبداو تيتسناوه ها امتى يجي العاصمة ينفذوا الخطة ديالهم. شحال من واحد كيبحال بزاف ديال المقالات وبزاف ديال المقاطع ديال الفيديوهات اللي تيقولوا بأن بوحماد هو اللي حط عبد العزيز باش يسيطر على الحكم. مي في الحقيقة هاد التفكير تفكير غلط، واحد قالها وكل شي بقى تابعو بكوبي كولي ما تخدمش العقل ديالو. حنايا تنمشيو بالتحليل باش نفهمو، غادي نرجعو للأم ديال عبد العزيز اللي ما كانتش مغربية، كانت تركية شركاسية، كانت فائقة الجمال، كان جابها واحد تاجر تطواني سميتو العربي بريشة، كان جابها من القسطنطينية من الدولة العثمانية اللي كانت مازال في ذاك الوقت، ودها السلطان الحسن الأول. السلطان الحسن الأول تبهر بها ولات عزيزة عليه ولات هي المفضلة عنده. شحال هادي راه كانوا تتزوجوا أكثر من وحدة وجوج وثلاثة وربعة وعشرة وعشرين. هادشي مشي غير عند السلاطين، هادشي حتى عند زعماء القبائل وعند الناس اللي عندهم الفلوس. هادشي كان شحال هادي، كانوا غاديين بفكرة ما ملكت يمينكم وبديك التفسير الغلط ديال رجال الدين اللي لا علاقة وداكشي اللي كان في القرآن والإسلام. من هادشي راه بريء. التركيات كانوا معروفين بالتدخل ديالهم في الشؤون السياسية، وخرجوا على شحال من دولة من مصر حتى للدولة العباسية. هذاك المعتصم الأم ديالو كانت تركية وكانت كتميل للعرق ديالها، وهي اللي فتحت ليهم الباب حتى دخلوا وقضوا على الدولة العباسية. وهاد رقية كانت عزيز عليها ولدها وكانت بغاها يحكم، وهي اللي قنعات السلطان الحسن الأول حتى يردوا ولي العهد ديالو، وهذا الشيء في الحياة ديالو. وغادي نعطيكم الدليل. الحسن الأول كان يسمح لولده مولاي عبد العزيز وكان مازال صغير باش يهز معاه هذيك المظلة السلطانية بوحدو من غير كاع دوك خوتو واللي كانوا بزاف. هاد المظلة السلطانية كتكون في مراسم البيعة واللي خاصها تبقى القيمة التاريخية ديالها، وغادي نقول لكم علاش. هذيك المظلة في الحقيقة راه ماشي لحماية السلطان من الشتا والشمس، الرمزية ديالها راه عندها دلالة كبيرة. هاد المظلة كانوا ملوك الحضارات القديمة تيديروها، بحال البابلية والفارسية والسوريالية وغيرهم. ونهار المسلمين ولاو عندهم ملوك تا هما ولاو تيديروها بحال الدولة العباسية، وهي علامة كدل على السيادة والهيمنة، وأي ملك تيديرها يعني راه مستقل وغير تابع لشي دولة، وباللي راه هو مركز الخلافة ولا الإمارة. أول من دارها في المغرب كانوا هما السعديين، وداروها تحدي للعثمانيين. المغرب هو الوحيد في شمال إفريقيا اللي كان دائما تيهز المظلة، راه ملي تيشوفوا الملك تحت هذاك المظل راه كلشي تيتقرص. المغرب إمبراطورية قديمة مازال مستمرة، رابط الماضي بالحاضر. اكتبوا المظلة السلطانية في جوجل وغادي تفهموا اكثر. المهم هاد المظلة كان سمح بها السلطان الحسن الأول لولده الصغير يتحرك بها، وهذا دليل على أنه كان تيوجدوا باش غادي يخلفوا من بعد. أما ولده الكبير محمد فما كانش باه راضي على التسيير ديالو، راه هو اللي كان والي على مراكش، كان مستبد في السلطة وكيسيء التصرف مع القواد والعباد، وكثرت عليه الشكاوي حتى عزلوا الحسن الأول. قلنا الرباط عمرات بالضيوف، واحد الضيف لابس سلهام وداير رزة مشى عند با أحمد تيهضر معاه. هاد الضيف هو موحى وحمو الزياني. شكون هو هاد موحى وشنو غادي يدير با أحمد في الحريرة ديالو مع آل الجامعي؟ غادي نشوفوه في الحلقة القادمة. دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليدي. تحياتي.